للسنة الخامسة على التوالي تنظم المؤسسة المارونية للانتشار الأكاديمية المارونية. هالمبادرة عم تجمع شباب وشابات لبنان من بلاد الانتشار وتنظم لهم رحلة ثقافية وتراثية إلى لبنان سنوياً. لو ماما هدفنا أنه يرجعوا على جذورهم ويتسجلوا ويسجلوا بعدين أولادهم ويسجلوا بيهم وأخوتهم ما كنا بنعملها هالشي. وبعدين هيدي خامس سنة لأنه شبابنا عم بيروحوا يستلموا المكاتب كمان ببلاد الاغتراب. بيخضعوا لامتحانات ونجيبهم على لبنان على نفقة المؤسسة حتى نغذي فيهم روح الانتماء للبنان. يعني اللبناني ما بيعرف لغة واللبناني مش زاير لبنان هو اللبناني شوي بيكون استقال من عن هويته اللبنانية. احنا بنطلب منهم انه يتسجلوا بهالبلد، نطلب منهم انه يرجعوا على جذورهم، يرجعوا يجوا يعملوا تجارة، يجوا يعملوا شغل بهالبلد. البرنامج حافل بالمحاضرات والزيارات إلى الأماكن السياحية والتاريخية والدينية للتعرف إلى أهمية لبنان والحضارة اللبنانية. أنا ريشار شمالي، أمي من دارهون حريصة وكمان جدي لقيت بجنوب أفريقيا. My parents grew me up as Lebanese, taught me the Lebanese language. It was my first language. أنا اسمي وداد سمعون. أهلي خلقوني بلبنان. بي من ديعة اسمها بين حد أهدين بالشمال. خلقت بأستراليا من سيدني. شيء جديد لإلي وكتير نبسطت لأنه أنا ربيت لبناني. ما كنت جاي على لبنان قبل. My name is Diane. I'm from Brazil. This is my first time here. It was a great dream that came true. اسمي جوزيف سيداوي، أول مرة جاي على لبنان، خلقان بكندا بمونريال. سي تريز امبورتون وبترجع على بلدك وبتتعرف أكثر على الروت. اسمي دانييل لسعد، أنا من الأرجنتين. I decided to write this book in Spanish about it is a guide about Lebanon and about cities, historical cities and about history. مارسيل غانم التقى طلاب الأكاديمية المارونية وحدثهم عن لبنان وضرورة أنه يكونوا سفراء لهالبلد. الهدف إبقاء العلاقة مع الاغتراب، الهدف نقل الأفكار والمشاكل للمغتربين إلى لبنان والاستمرار بتعزيز الحضور والمشاركة مع لبنان. بدنا إياكم تكفوا هالتواصل مع لبنان، بدكم تكونوا أنتوا سفراء لبنان. عززوا ثقتكم بأنفسكم، عززوا ثقتكم بوطنيتكم، آمنوا بجذوركم وافتخروا بلبنانيتكم. وشكرا.